هنكمل النورمال ريزاليس انترنال مع بعض يا دكاتره. اول حاجه قلناها ان انا في عندي انتيريور كرينيال فوسا. في الانتيريور كرينيال فوسا في عندي هنا خط اسمه فرونتال كريست وفورامين اسمه فورامين سيكم، وبعدين عندي عظمه الاسمويد بون، في هنا خط هلال اسمه كريستا جالي، وبعدين المكان المنخفض اللي هو الكريبري فورمي بليت اوف اسمويد، حته عاليه حته واطيه حته عاليه حته واطيه. طيب بعد كده بدات في الميدل كرينيا الفصه. في الميدل كرينيا الفصه اول حاجه عندي الليسر وينج بتاع السيفينويد. الليسر وينج دوت موجود هنا بروز وهنا بروز. البروزين دولت اسمهم انتيريور كلينويد بروسيس. الجزء المدور اللي في نهايه الليسر وينج اسمه انتيريور كلينويد بروسيس. الانتيريور كلينويد بروسيس دوت ريليتد ليه فتحتين، فتحه مدوره اسمها الاوبتيك كانال. الاوبتيك كانال ديت زي ما وريتكم المره اللي فاتت بتفتح فين؟ تفتح في الاوربت كافيتي اهي، شايفين الدايره دي؟ الدايره اوبتيك كانال، والفيشر المنور ده سوبيريور اوربيتال فيشر، انما الفيشر اللي تحت انفيريور اوربيتال فيشر. دايما يشاور لي على الانفيريور اوربيتال فيشر في النورمال بيزلز اكسترنا، فاهمين؟ بتيجي في الامتحان على طول. السوبيريور اوربيتال فيشر دوت اللي هو موجود تحت الليسر وينج اللي مش باين معايا، الشق ودايره، شق دايره وشق دايره وشق. المهم يبقى انا في عندي هنا الاوبتيك كانال. الدكاتره اللي بتسالني نكتب الحاجات اللي بتعدي فيها، هي سهله يعني ما بيعديش فيها غير الاوبتيك نيرف وفسالميك ارتري. وبعدين في عندي الفيشر اللي هو الشق اللي منور تحت الليسر وينج، والسوبيريور اوربيتال فيشر ده بيعدي فيه 3 و4 و5 و6 كرينيال نيرف وفسالميك فين. طيب احنا غالبا مش عايزين نعرف بيعدي ايه، خلينا بس نعرف اسامي الحاجات وخلاص. ماشي يا دكتور. بعد كده الجريتر وينج بتاع السيفينويد دوت بيتكون، بيكون فيه كام فورامين؟ هو الفورامين اللي بتهمنا اللي بتيجي في الامتحان 3 فور 3 فورامين. اول فورامين معايا الفورامين اللي هي بيهايند الميديال اند بتاع السوبيريور اوربيتال فيشر. انت حضرتك شفت السوبيريور اوربيتال فيشر الشق، الميديال اند اللي ناحيه جوه، يعني خلينا نقول كده بينا وبين بعضينا بيهايند الليسر وينج وخلاص. ما هو الليسر وينج تحتيه السوبيريور اوربيتال فيشر، بس لو انت عايز كلام ساينتفك يعني بيقول لك بيهايند الميديال اند بتاعت السوبيريور اوربيتال فيشر. الفورامين الروتاندم دي بيعدي فيها الماكسيلاري نيرف. طيب بعد الفورامين الروتاندم الفورامين المنوره البيضاويه الشكل دي اسمها فورامين اوفال. الفورامين اوفال ديت مكانها فين؟ بيهايند الفورامين الروتاندم، روتاندم اوفال. الفورامين اوفال وراها الفورامين الصغنطوطه اللي هي اسمها فورامين سباينوس. يبقى انا عندي ار او اس. فين هما يا دكتوره؟ اهم عندك الثلاثه على على خط واحد مع بعض، ار او اس، ار او اس. معلش بس الجاف هنا مش مبين قوي الار، ار 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 او اس، روتاندم اوفال سباينوزا، روتاندم اوفال سباينوزا، روتاندم اوفال سباينوزا، روتاندم اوفال سباينوزا. تمام، يبقى ورا الليسر وينج بتاع السيفنويد بون روتاندم اوفال سباينوزا. ماشي. بعد كده في عندي فورامين تانية. الفورامين دي لو تفتكروا واحنا بنشرح النورمال بزاليس اكسترنا كانت موجوده عند التب بتاعه المثلث، عند الايبكس بتاعه صخره المجد، اعلى نقطه في صخره المجد. فاكرين كان اسمها فورامين ايه؟ يا رب تفتكروا، فورامين لاسرم. اهي نفسها، فين البيتراس بون؟ فين المثلث؟ فين الهضبه؟ اهي. يبقى اعلى نقطه موجوده في الهضبه هي الفورامين لاسرم. يبقى تاني انا عرفت ايه دلوقتي في الجريتر وينج بتاع السيفينويد؟ ثلاث فتحات، ار او اس، روتاندم اوفال سباينوزم، روتاندم اوفال سباينوزم. والفورامين اللي فيها الالم دي اسمها الفورامين اللاسرم، اللي هي في الابر اند ان فرونت اوف ايبكس اوف بيتراس تمبرال بون. احنا اتفقنا ان العظمه اللي على شكل مثلث، اللي على شكل الهضبه، اللي على شكل صخره المجد، اللي اسمها بيتراس بون بنفتكرها بالبيتروس بورت، موجودة في الميدل بارت بتاع النورما بيزاليس اكسترنا، ولسه انا لفه الاسكال موريها لكم دلوقتي بتفتح فيها. الفورمين لاسرم دي بيعدي منها ايه؟ بيعدي منها انترنال كاروتيد ارتري وانترنال كاروتيد سمباثيتيك بلكسس اراوند ذا ارتري، من انتير برانش بتاع الاسندنج فرنشال ارتري، والاميشال فين فروم كافيرنس ساينس تو ذا ترجويد بلكسس اوف فين.
اللي عايز يحفظهم ويذاكرهم من نظري اوكي، اللي مش عايز مفيش مشكلة. يبقى انا دلوقتي عندي 3 فتحات على وزا بعض، اللي هم روتاندم اوفاليس باينوزم، والفتحة اللي لوحدها اللي عند قمة المثلث اللي هي اسمها ايه دكاترة، فورمين لاسرم. يبقى تاني عندك هنا فورمين ايه، فورمين سيكم. امال الدايرة دي اسمها اوبتيك ايه، اوبتيك كانال. امال الفيشر لما الدكتور بيشاور عليه في الامتحان بيشاور بالسهم اللي جوه، يعني قصده الشق اللي مستخبي تحت العظمه، اللي هو اسمه سبيل الاوربيتال فيشر. امال الار او اس دي دايما غالبا بيشاور على مين، على الفورامين اوفال اللي في النص، اللي قدامها الزغنطوطه اللي قدامها اسمها روتاندم، والزغنطوطه اللي وراها اسمها سباينوزم. امال الفتحه اللي عند التب اللي عند الايبكس بتاعه البتروس تمبرال بون اسمها فورامين لاسترام، فورامين لاسترام.